وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم بريوات مختلفين وفي نفس الوقت ساهلين وبنان وكيوجدوا بسرعة. بقاو معايا باش تشوفوا الوصفة كاملة وبجميع التفاصيل. ومعكم المقادير وطريقة التحضير. غادي نديروا هنايا كيلو ديال الحوت، حوت ابيض اللي عنده شي شكل يديروا. انا هنا درت الميرنو حيت كيعجبني اللوغو ديالو. تقدروا ديروا الروكان، تقدروا ديروا سبادون، اللي عنده شي حاجه يديرها. عندي هنا ثلاثه الفليفلات مقطعين حمرين. عندي هنايا شويه الفرماج اللي غادي نزيدوه في الاخر، الشعريه ديال الشينوا، وعندي هنايا قزبور المعدنوس، الحامض مصير دقدقته مزيان باش يجي صغير ما يجيش باين. عندنا هنايا ورق موسى، الخرقوم، السودانيه، تحميره، ملحه، بودره ديال الثومه، والملحه ديال الشينوا. هاد الملحه ديال الشينوا راه ماشي كتملح، راها هي كتحمض وكتعطي واحد لوغو بنين للحوت الا زدتوها ليه. بالنسبه لهاد البريوات اللي غادي ندير انايا، غادي نديرهم في الكونجيلاتور، يعني ما غاديش نحطهم دابا. ملي غنكون غنديرهم في الكونجيلاتور ما يمكنليش ندير الثومه طريه، ضروري ديروا بودره ديال الثومه، حيت البودره ديال الثومه ما كتطلقش داك لوغو مجهد في الكونجيلاتور، ما كتطلقش في الاقامه. من الاحسن كنصيحه انكم ديروا بودره ديال الثومه. هذه من جهه. دابا غادي نبداو طريقه التحضير ديال هاد البريوات. غادي ناخذ مقله وغادي نشعلو عليها. من الاحسن فاش تكون عندكم لافارس بحال هكا ديروا مقله كبيره، حيت الحوت هذا البيض راه ما كيشدش طيب بزاف. غادي نديروا فيها زبيده، بسم الله، غنزيدو عليها فليفله اللي قطعنا حمراء، حيت هاد الحمراء كتطلق واحد لوغو زوين، وكتطلق مع الحوت كتطلق كتجي زوينه. نسيت ما قلت لكم باش نديرو حك صغير ديال الشامبينيو، انا ما درتوش لكم مع المقادير، ولكن انا غادي نزيدو. غادي نزيدو على هاد الفلفله، غنزيدو عليها المليحه اللي عندنا، تهبط شويه عاد نزيدو العطريه، وغنديرو واحد ورق موسى، ورق الغار، راه كيعطي واحد النسمه للحوت رائعه. غادي نخلطو هاد الفليفله، غادي تشحر بالزربه الفلفله، راه 5 دقائق صافي كتشحر، يعني ما كتاخذش معنا وقت كثير، والبوطه تكون مجهده حيت هاد لافاكس ديال الحوت، الحوت ما خصوش يشد طياب بزاف. انا راني شديت الميرنو وغسلته راسي ودرت له فيلي صافي باش غادي ندوزو. ملي غنحيد هاد الفلفله هادي غادي ندوزو هنا في المقله، وغادي ندير العطريه بعدا، وهاديك المرقه اللي كتبقى هنايا غادي ندوز فيها داك الحوت. ملي غندوزو فيها غادي نحيدو دوك القشيره ديالو ديال الميرنو اللي كتكون رقيقه، غتحيد باش يجي هي داك البيوضه هي اللي تجي. صافي غادي نحرك هاد الفلفله تنزل، نزلنا شويه وغادي نزيدو عليها الشرا. انا راني خدامه هكا هكا كندير قبل ما تبداو هاد البريوات، ديما تكون عندكم بعدا مرحله البسطيله واجدين في الاولى، خدوا عاد ديروهم، راهم ساهلين هاد البريوات ديال الحوت. بغيتي نبدل لكم على البريوات العاديين، يعني اللي كنديرو ديال الفخوي دمام فواكه البحر، قلت نديرو هادو بالحوت البيض، راه حتى هما كيجيو بنان، ويعني دابا الميرنون الحمد لله ثمنه مناسب، الحوت ثمنه مناسب ديال الحوت البيض، يعني اون جينيرال ثمنه مناسب. حسن ما نديرو شي لاخر، عاد الحق راه هادوك الاخرين غنديرو بوصفات اخرى بحول الله. شتي ديجا الفلفله كتطلق الماء ديالها. هيا بعد ما تقلات الفلفله خلات مزيان، غنزيدو عليها العطريه اللي عندنا، حيت هاد العطريه راه غتبقى حتى للحوت. هاديك المريقه اللي غتبقى في المقله غادي دير فيها الحوت. صافي غادي نخلطو، غنجيبو القزبور غنخلطو، المعدنوس غنخليوه حتى للخر، غنخلطوش دابا القزبور، خصو ضروري دار في الاول باش كيطلق داك النسمه ديالو.
لي عاوتاني هذا غادي ندير فيها قيمه هذا الماء باش تهبط ديك الفلفله ما تجيش مكنزه في البريوه ما تغزغزش. غادي نحط المقيله ديال الماء هما ما خاصهمش الماء لكن هي غتنشف في اصلا ما غاديش يبقى فيها. الجهه الاخرى هنا ديت واحد البانيو هنايا غادي نديرو فيه هاد الشعريات الشينوا غنزيدو عليها الماء سخون باش منين نساليو الحشوه نديروها هي الاخرى دوز في المقله. طبعا درت عليها الماء مغلي صافي غنخليوها هنا على الجنب. هاي الفلفله ديالنا نرجعو ليها نديروها ونجيبوها بحال هكا. الفلفله انا حيدتها من المقله وحطيتها على جنب حتى نزيدو عليها الحوت في الاخر نخليوها هكا. بسم الله انا درت على داك الوجه الابيض باش تشد فيه داك لاصوص وديك لي قاره نزيدها شويه ديال الزويته حيت بان لي شويه شحتات. انا راه في الحشوات الاغلبيه ما كنستعملش زيت الزيتون كنستعمل زيت الروميه حيت كتجيني زيت الزيتون كتحرق في التشحار لهذا كنستعمل الزيت العاديه. صافي دابا غنبقى بحال الطريقه بحال هكا غادي نقلبها مع على جوج جهات حيت راه 5 دقائق الحوت كيطيب غادي غير يطيب شويه نحس به طاب صافي وغادي نقلبوا على الجهه الاخرى. بان لي شي بلايصه خاويه انا غنعمرها هكا صافي غنبقى مع هذا تنكمل الحوت ديالي كامل. غادي نديرو نفس الطريقه انا غادي نقلبهم دابا حداكم وغتشوفوهم ديك الساعه غادي نديرو نفس الطريقه. هادو راه كيجيو عاوتاني زوينين وبنان ومغايرين. انا راه درت كندير فيهم داك الخرقوم حيت كيطلق لوغو ديالو زوين وكيعطي داك لا كولور اورانج لي موليه كتعجبني. عاد دغيا دغيا ها هو دابا شويه غادي يطيب من هنا غادي نقلبوه وها هو غايجي. ما الريحه ما نعاود لكمش الريحه يا سلام طالعه غزاله مع ديك الفليفله حمرا تلقات داك البنه ديال داك الختوريه ديالها. او كنصحكم انكم تجربوا هاد البريوات هادو والله الا ديروهم بريوات ديروهم انام كل واحد يدير يعني الطويله اللي بغى والشكل اللي بغى. هاو شي مره دغيا دغيا كيطيبوا كياخذوش منا كاع وقت. الحوت راه غادي نجهد عليه باش ما نخليش له فين يطلق الماء ديالو باش حيت هو دغيا كيطيب باش كيبقى رطب ما كينشفش حيت كل ما نقصنا عليه البوطه وخليناه كيطيب بشويه كينشف ما كيجيش مزيان. هادو كنصائح الناس اللي ما عارفينش ولا المبتدئات ولا كنتقاسم معكم كل حاجه. الحمد لله كيوصلوني دي ميساج زوينين كيقولوا لي الناس جربنا هادي وجربنا هادي وجربنا هادي زيدينا الله يخليك زيدينا ايوا ان شاء الله الله يقدرنا باش كلشي يكون على حسن الظن ديالو كلشي نتقاسموا مع الوصفات اللي كنعرفوا كاملين ان شاء الله بحول الله. شتينا ما خليناش فين يطلق الماء ديالو دغيا دغيا زربنا عليه ها هادو حيت طروا فغلا غنعاود نقلبهم بحال هكا. الحوت ها هو طاب دابا غنخليه يبرد شي شويه راه باقي سخون باش نحيدو داك الشويكات ونحيدو داك القشيره وداك الشيء.
الفلفله انا درتها في باسين واسعه باش ندير فيها نخلط فيها لا فيرميسيل والحوت وكل شيء. دابا الشامبينيون غادي نديرو يتشحر باش نزيدو عليه هاد نزيدو عليه الشعريه ونزيدو عليه هاد الفليفله. غنشعل البوطه صافي وغادي نديرها تسخن وندير فيها هاد القطعه د الزيت باش نديو نجيب داك الشامبينيون. انا حيدت المقله الاخرى صافي قلت ندير مقله نقيقيه صافي. غنزيدو فيها الشامبينيون غنديرو معاه شويه الملح وشويه الابزار شويه شويه الملح صافي. غير نديو حيت ملي كيتقلى بحال هكا الشامبينيون كيجي بنين احسن ما يتحط غير هكا الخضر. الشعرية ديالي هاهي صفيتها انا غادي نقطعها دابا الشامبينيون كلو عليه غنقطعها دابا باش نخلطها مع الفلفلة ومع الشامبينيون. انا بعد ما قليت الشامبينيون انا زدت الشعريه ورجعت لي ديك الفلفله اللي درت قبيله. دابا غنزيدو عليها دوك جوج ورق موسى اللي بقاو عندنا وغنزيدو عليها الحامض مصير وغادي نخلط كل شيء شعريه وداك الشيء غادي نقليهم مع بعضياتهم باش الشعريه تجي من السما تجي داخلها الاقامه صافي. باش يبقى لنا غير الحوت في الاخر غنزيدو عليهم. راها سهله ما كتاخدش منا كاع وقت الحشوه كاع كتوجد. دابا الحشوه كطيبوها 15 مينوت ربع ساعه في الوقت المجموع كامل. غنخليو المعدنوس حتى نطفيو البوطه حتى نبداو نخلطو لا فاخ عاد نزيدو المعدنوس اللي بقى لينا باش كتبقى ديك النسمه ديالو طريه صافي. انا خلطت هاد الفليفله مع الشعيريه صافي بقى لنا داك الحوت نقيو ونزيدو على هادشي هذا والحشوه ديالنا وجدات. انا كنقول لكم كل حاجه بالتفاصيل باش تعرفوا كل ما نفوت لكم حتى شي حاجه نعطيكم ادق ادق التفاصيل. واللي عنده شي سؤال واللي عنده شي حاجه مرحبا بها في التعاليق ولا عبر صفحتي على الانستغرام تصيفط ليا في البريفي وصفات سناء كناني راني كنجاوب الناس كاملين اللي كيصيفطوا ليا في البريفي في الانستغرام. مرحبا والف مرحبا باش نبقاو هكا على تفاصيل حيت كاين شحال واحد ما كيعرفش شحال من حاجه ما كيحشم يسول ما كيبغيش يسول. بالعكس مرحبا انا كنجاوب على كل شيء اللي بغى يصيفط ليا غير يصيفط ليا مرحبا به. هيا بعد ما ديتها حركتها واحد جوج دقائق صافي هيا دابا صافي تقلات جوج دقائق صافي هي الشعريه كتخلط مع ديك الفليفله كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد على جنب وغادي ندوز للحوت نقيه. دابا غادي نقي هذا الحوت اللي عندي غادي نحيد له كما قلت لكم هاد القشره هادي هاد الكحله هادي ما نخليهاش باش تبقى غير الهبره بيضاء. انا هيك كيعجبني المذاق ديال الميرلو كيجيني بنين واخا هو فيه شويش ديال تماره ماشي بحال الروكان حيت فيه دوك الشويكات صغيورين صافي. غادي نبقى بحال هاد الشكل حتى نكمل الحوت ديالي كامل اللي عندي. غادي نحيد له هاد الجهه ديال السنسور اللي كيكونوا فيها الشويكات غنقي من الشوك وغنقي من هاد القشره مزيان وديك الساعه غادي نخلطو ونشوفو كيفاش كتطوى البريضه. بعد ما نقيت دابا الحوت حيدت ليه الشوك وداك الشيء وبرد وبردات هنا الحشوه غنزيدو عليها هاد نحيد هاد ورقات موسى اللي كاينين هنا بعدا نحيدوهم صافي باش ما تبقاوش دابا فينا شي وحده اخرى غنحيدوها صافي. ها هو الحوت غنزيدو عليه دابا داك المعدنوس وغنزيدو الفرماج اللي عندنا. انا راه درت الحشوه بزايد انا راه درت هنايا 2 كيلو ديال الميرلون اللي شريت 2 كيلو وربع ليطو درت 2 كيلو وربع. انا حيت بغيت ندير هاد البريوات ان شاء الله هاد سيدي رمضان نوجدهم على قبل داكشي شريت الحوت طري ودرتو في مره خلطتو صافي. دابا غنخلط هاد الحشوه بحال هكا وغنشوف واش خاصه شويه ديال الحرور حيت انا كيعجبني البريوات يجيو شويه حارين
صافي كل واحده غيدير على حسب المذاق اللي بغى. هادو بريوات هي ديال الحوت الابيض. انا راه ما درتش الشعريه بزاف، درت باكيه وحده الشعريه الصينيه. صافي ها هو دابا غادي نقطعوا ان شاء الله الورقه وغادي نديرها حداكم. شوفوها دابا بعد ما درتها هي لافارس ديالي، انا راني ذقتها من الحرور كي جات، جات بنينه هي هذيك، ما خاصنيش نزيد فيها السودانيه حيت كاين انا ما كيخصنيش نشرب ناكل سودانيه بزاف نشرب باش نشرب الطرف. المهم هي لافارس راه كتجي رائعه والله الا بنينه، زعما ديروها جربوها ردوا عليا ان شاء الله بحول الله. ها هي الحوت الابيض صافي، ها هي الورقه جبتها. هاد الورقه راه ما كتكونش مدهونه، انا عندي هذه الورقه ديال البخار، ماشي هذا ولكن تتخدموا حتى بالاخرى. هي هاد الورقه ديال البخار حيت انا متوفره ليا البلاصه فين ساكنه انايا كنجيبها احسن. صافي دابا غادي نقطع الورقه ديالي بحال هكا انتما كما كتشوفوا في الفيديو. غنبقى نشد القياس ديال الاولى غنعبر به الثانيه باش من الاحسن باش يجيوني البريوات مقادين، حيت كيعجبني الا يجي داكشي مقاد متيول. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا، تنكمل الورقه. انا دابا درت نصف الكميه ديال الورقه، انا راه جبت كيلو ديال الورقه، دابا غنقطع نص كيلو ونخدم به نساليه ونكمل ندير بنفس الطريقه نقطع. ما عرفتش هاد الهضره ولكن قلت والله ما نعاود. صافي صافي غنكمل بهذا الشكل هذا، راه دغيا دغيا كيتصاوبوا هاد البريوات ما تعكزوش عليهم، ومن هاني توجدوا ان شاء الله هاد سيدي رمضان تعمروا الكونجيلاتور ديالكم تلقاو ما تحطوا. علاش حنا كنوجدوا على بكري؟ كتوجدي على بكري باش يلاه يلاه كيبقى لك داك الوقت في رمضان، الناس اللي خدامين وداكشي كيلقاو داكشي واجد، ما تبقايش عاد دخلي للكوزينه ضربي تمره توقفي بزاف، وهاد المملحات كيتسهلكوا بزاف. ويلا الانسان بعدا يصلي صلاته شويه على خاطرو ويقرا القران كما حنا راه الانسان راه كيصلي على طول العام وكيقرا القران، ولكن في رمضان سبحان الله كنعياو داكشي كنحاول نحيدو عندنا هادشي على بكري. صافي هاد الجوانب انا حيدتهم. بالنسبه لهاد هادو اللي كيبقاو هنا الشناتف انا كندير لهم بحال هكا كنقطعهم باش ما كيجيني حتى شي حاجه في الورقه. دابا غادي ندير الماء مع شويش ديال الطحين في زليفه باش نبقى نسد به، وندير زليفه فيها شويه ديال الزيت باش ندهن بها الورقه، حيت هاد الورقه هادي ما مدهوناش، وحيت انا ما غاديش نقلي هاد البريوات في الزيت، غادي نديرهم غير في المقله. باش تشوف نديرهم في الطاب في الفران، غادي نديرهم طايبين في الفران. دابا بعد ما وجدت الزيت ووجدت هاد الطحين هكا غادي نبداو نطويوهم، راهم ساهلين. انا نوريكم الطريقه ديال طي البريوه الناس المبتدئين، راه تبارك الله الناس عارفين كيفاش يطويو بريوه وداكشي، من اللي كاين اللي مازال ما عارفش تيقول لك بريوه ما كتجمعش ليا. بسم الله انا ما درتش بريوات كبار، انا كيعجبني داكشي يكون صغير، الا لاحظتوا ما كنبغيش ندير داكشي كبير. صافي كنشدو بحال هكا، تبعوا معايا هكا راه باش يجي باين. راه البريوات ساهلين، غنوجدوهم ونديرهم في بلاطو وغادي نجمدهم كما قلت لكم في الحلقه السابقه ديال الرغيفات، غادي نجمدوهم في البلاطو وديك الساعه نديرهم في اللي ما عندوش الفريغو كبير ولا الكونجيلاتور كبير يديرهم في بلاستيكات ديال البلاستيك، اما اللي عنده الكونجيلاتور كبير صافي يديرهم في بواطات يستفهم من الاول في بواطات. انا ها كيفاش كيكونوا بحال هكا، هذيك الفليفله الحمراء كتعطي واحد لوغو زوين واحد المنظر زوين. انا غنزيد شويه ديال لافارس، الا بانت لكم شويه خاويه كتزيدوا، كديروا عينكم ميزانكم القياس اللي خصكم، وحتى في الحشوه غديروا القياس اللي بغيتو. وما زدت لكمش قبيله واحد الحاجه على ودت هذاك الفرونباج، انا درت الايمونطال حيت الايمونطال كيطلق واحد لوغو زوين وكيدير التعليكه ماشي بحال الفرماج الاحمر. الفرماج الاحمر واخا كيدير لوغو مابقاش هذاك لوغو فداك واحد الماركه مابقاش فيها لوغو بحال اللي كان شحال هذه كنا كنعرفوه تبدل،
وما فيهاش التعليكه. داكشي انا باش وليت كنفضل انني ندير الايمونطار، حيت فيه جوج حاجات، جوج وظائف دقه واحده. غنوريكم شي القياس بحال هكا درت. انا غادي نزيد شي شويه، الا بانت لكم قليله زيدوا شويه، راهم جاوا عامرين بالحوت. صافي، وغادي نمشي بحال هاد الطريقه. شوف كي كندير ديما كديروا صبعكم بحال هكا باش كتسدوا، عاوتاني كتمشيو للجهه الاخرى، ديما صبعك يكون هنايا هو اللي كتسدي به. الناس اللي ما نقولها دائما، الناس اللي ما عارفينش في زويته بحال هكا، ديما كتعرضي صبعك في الجنيب. صافي، غنبقى بهاد الطريقه تنسال البريوات اللي عندي. انا غادي نستفهم دابا في البلاطو وغادي نغطيهم بالورق السلوفان. صافي، وغادي نديرهم يتكونجلاو، وغادي نوريهم لكم حتى شويه غادي نديرو يطيب باش تشوفوهم كيفاش دايرين طايبين، تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. صافي، غنبقى بحال هذا الشكل هذا تنكمل البريوات ديالي كاملين. البريواس ديال الحوت ها هما وجدوا. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، راه جاو رائعين، وبقاو معايا باش تشوفوا كي جاو من الداخل. بسم الله، يا سلام، حشوه رائعه وهي بالحوت البيض. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق، ومرحبا بكم.